بدأت يوم الجمعة اللي فات أولى فعاليات النشاط الرياضي لمهرجان الأسرات الجامعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنايس وسط القاهرة وعدد من شخصيات وخدام أسقفية الشباب اللي كان تحت شعار لأنه هو سلامنا. بدأت الفعاليات بموكب من فريق كشافة، ثم افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل المهرجان، وبدأت بعدها الفرق المشاركة في النشاط الرياضي في اللعب، وده لتقييم الفرق والاستعداد للتصفيات. نتابع. نظمت خدمة الأسرات الجامعية بأسقفية الشباب مهرجان افتتاح النشاط الرياضي لهذا العام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة وعدد من الشخصيات وخدام أسقفية الشباب. النهاردة احنا بنفتتح مهرجان شباب الجامعي أسرات الجامعية، والنهاردة الجزء بتاع النشاط الرياضي. طول الصيف كانوا بيعملوا نشاط دراسي ونشاط فني، ودلوقتي آخر أسبوع بيعملوا فيه تصفيات النشاط الرياضي. النشاط ده بتاع أسرات جامعية غير مهرجان الكرازة. مهرجان الكرازة بياخد كل المراحل من طفولة لغاية العواجيز، لكن ده مركز على الأسرات الجامعية اللي هي كل كلية في جامعة بيبقى ليها أسرة، يجتمعوا أسبوعيا يدرسوا مع بعض حاجات في الكتاب المقدس ومواضيع كنسية، وعلى هامش الاجتماع ده بيبقى فيه نشاطات. فدي تجميع لكل الأسر الجامعية الموجودة في القاهرة، بتاعت كل الجامعات اللي موجودة في القاهرة الكبرى يعني، وستة أكتوبر وغيره. فنشاط جميل ان هم يتنافسوا تنافس جميل في الحتة الرياضية. يوم مفرح ومبهج انه من ضمن أنشطة الأسر الجامعية هو مهرجان الأسر، والنهاردة بداية النشاط الرياضي، وبيشترك في المباريات هيكون حوالي 22 أسرة، 19 فريق للولاد وأربع فرق للبنات، ده غير طبعا البلاي ستيشن وغير بقية الألعاب اللي هتتم. يعني النشاط اللي بتقوم بيه الأسرات الجامعية سواء روحي أو فني أو رياضي، هم ثلاث أنشطة مهمين جدا لبنات الشباب، فبشوف تنوع كبير قوي في قلب الشباب. بحضر معهم بعض اللقاءات الروحيه، وبحضر معهم الحاجات الفنيه زي المسرحيات اللي بتعمل، والنهارده بحضر معهم الانشطه الرياضيه، وبنشوف قد ايه هم متحمسين، قد ايه بنطلع طاقات الشباب، قد ايه بنطلع مواهب الشباب اللي بتبقى موجوده، ودي حاجه كويسه جدا. خبرتك اللي اكتسبتها من الاسره هنا عامه، الانتظام، الحضور، التعامل الكويس، الخدام برضو هنا بتتعب قوي كتير في التنظيم من اول من شهور منشور، سواء في مسرح، سواء في أنشطة تانية، سواء في كرة قدم. الأسر بقت بتكتر، الشباب بقت بتيجي أكتر، دعم بقى أكتر. سيدنا الأنبا موسى يعني عامل مجهود السنة دي والسنة اللي فاتت، يعني الشباب كلها مبهورة بيه. ندعم الشباب كل سنة فعلا، اللي هي تيجي تشوف الجمال اللي احنا بنشوفه، عشان فعلا دي حاجة احنا ما بنتوقعهاش بره، يعني ما بنشوفهاش غير في الكنيسة غير أمنا. فاحنا بنشكركم، بنشكر كل اللي بيتعب عشان خاطر من أجل الشباب دي كلها يجمعها ويبسطها، وبنشكركم جدا 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 فعلا. احنا دخلنا مسرح السنة دي وطلعنا مركز أول بجدارة، دخلنا كورال وطلعنا مركز ثالث، بس كملنا كتير مش بنخش، فدي حاجة حلوة جدا. دخلنا روحي كتير، دخلت لاهوت وعقيدة، ودخلت كتاب مقدس، وطلعنا مراكز يعني. بدأت الفعاليات بقرع الطبول من فريق الكشافة ورفع الأعلام، ثم افتتح نيافة الأنبا رفائيل المهرجان، وبدأت بعدها الفرق المشاركة في النشاط الرياضي في اللعب لتقييم الفرق والاستعداد للتصفيات في عدد من الأنشطة الرياضية ومنها كرة القدم. تحت شعار لأنه هو سلامنا انطلقت فعاليات النشاط الرياضي للأسرات الجامعية لتشجيع الشباب وإخراج طاقتهم بشكل إيجابي. مريم رفعت، سي تي في.